في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية بالإضافة إلى مواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وضبط 394 عنصراً إجرامياً بنطاق 23 مديرية أمن، وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل، مخدرات، سلاح، سرقة، وضبط معهم 240 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 50 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 755 قطعة سلاح ناري، من بينها 116 بندقية و79 بندقية آلية و41 مسدساً و519 فرد محل الصنع وطلقات نارية مختلفة الأعيرة و110 خزينة، إضافة ل 1164 قطعة سلاح أبيض. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ 470,125 حكما قضائيا بإجمالي 35,027 محكوم عليهم، من بينها 1,822 حكم جناية، 170,895 حكم حبس، و 232,584 حكم غرامة، و 64,824 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 12 تشكيلاً عصابياً ضموا 36 متهماً قاموا بارتكاب 69 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 56 حادث ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 76 متهماً. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1271 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1446 متهماً وبحوزتهم أكثر من 770 كيلوغرام من مخدر الحشيش وما يزيد على 1361.5 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر، وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 37 كيلوغرام، وكمية من مخدر الأيس وزنت 35.5 كيلو، إضافة إلى ما يقرب من 15 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 15,210 قرص مؤثر و 16,144 قرص ترامادول مخدر و 16,500 قرص كيبتاجون. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 161 مليون جنيه. كما تم ضبط عدد 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات
بقرابة 120 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.